أسابيع، وكل أسبوع في موضوع، وكل حد الكنيسة حاطة له موضوع. حد النهاردة الحد الرابع بيتسمى أحد النور، لأن المسيح قال أنا هو نور العالم. والخمسين المقدسة متقسمة أسابيع، وسبع أسابيع بترمز لكمال الزمان، واليوم الخمسين بيرمز للأبدية. يعني الكنيسة عايزة تقول لي وانت في رحلتك في هذا الزمن خلي المسيح يكون هو نور لحياتك، زي ما نشوف الحد اللي جاي هو أحد الطريق، أنا هو الطريق، خلي المسيح هو الطريق. والحد اللي فات كان هو السامرية المياه أو الينبوع، خلي المسيح هو ارتواءك. واللي قبله أحد بنسميه أحد الخبز، المسيح قال أنا هو خبز الحياة، يعني خلي المسيح هو شبعك وارتواءك، هو الينبوع، هو النور، هو الطريق. عشان كده كل حد في رسالة مفرحة ليا، المسيح بيقول لي أنا هو نور العالم. عكس النور الظلمة، والظلمة دايما فيها قلق واضطراب وانزعاج وتغبيط، واحد يتخبط مش شايف وتشويش. عشان كده الظلمة معناها سيطرة الشر أو الخطية أو التسلسل برباط خطية معينة أو فكر معين أو عادة معينة. طب أتخلص منها إزاي؟ المسيح يقول لي أنا هو النور، أنا اللي هحررك من كل ظلمة، ظلمة فكر، ظلمة قلب، سلوك، عادة، ماضي في خطية، حاضر أنت تعبان منه، مستقبل قلقان منه، أنا هحررك من كل الحاجات ديت. عشان كده زي ما قلنا الظلمة معناها سيطرة عادة أو خطية، أو واحد باصص تحت رجليه يقول كده ده في ظلمة، ظلمة الفكر، أنا باصص بس تحت إيه، تحت رجليا، زي ما شعب إسرائيل كان بيقول كده نأكل ونشرب لأن غدا إيه، وعلمنا بولس الرسول كان نأكل ونشرب لأن غدا نموت. كان عندهم الفكر ده رغم إن الله قضهم من العبودية المرة اللي هم كانوا فيها، كانوا في ذل، يقول سمع الله أنينهم وافتقدهم وعايز يطلعهم، يقول كده هورثكم أرض تفيض إيه؟ لبنا وعسلا، أرض ما تتخيلوهاش من كتر البركة اللي فيها. وهم ماشيين مع الله عمالين يفكروا في أمور إيه؟ عمالين يفكروا في أمور أرضية. إحنا وحشنا الأكل اللي في مصر، إحنا كنا قاعدين في مصر مش عارف بنعمل ايه وبنعمل ايه، انتوا جايبيننا هنا في البرية، كانوا دايما يتذمروا على موسى، جايبيننا في البرية عشان نموت. في ظلمة في الفكر، ظلمة في الايه، في الفكر، احبوا العبودية اكتر من الايه، من الحرية. فدي ظلمة ان الواحد يبقى راضي بالعبودية اللي هو فيها ومستمر فيها وماشي فيها، والأكتر إن هو يكون مش دريان إن أنا في عبودية، عبودية فكر أو عبودية خطية. زي مثلا واحد زي الشاب الغني كان في عبودية، عبودية امتلاك، في جاذبية بتجذبه عكس الاتجاه، رغم إن هو كان واقف قدام النور الحقيقي لكن معرفش يستفاد، معرفش ياخد النور، معرفش يطلب من النور ان هو يحرره من كل ايه، من كل ظلمة. يقولك مضى مضى حزينا، فدي عبودية او دي ظلمة. عشان كده كان دايما المسيح يقول لليهود ساعة معجزة المولود اعمى، يقول لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لو قلتم ان انا، لو قلتم ان انتم عميان انا ايه هديكم النور، لكن انتوا بتكبروا وتقولوا ان احنا ايه، ان احنا مبصرين. عشان كده كان في فئات كتيرة قوي
ما شافتش المسيح، رغم ان هي واقفة قدام المسيح وبتتكلم معاه وعايشة معاه، لكن مش شايفاه، مش شايفة ان هو النور، مش شايفاه، لان هي كل واحد من الفئات دي حاطط لنفسه رغبات وامال، عايز المسيح ايه يحققها له، بس عايز يخضع المسيح لفكره ولرغباته، فعشان كده مش قادر يتقابل مع المسيح النور الحقيقي، اللي عايز رغبات أرضية وعايز آمال أرضية زي اليهود عايزين تحرر من الرومان مش تحرر من الخطية، عايزين حياة أرضية مش عايزين حياة سماوية، فعشان كده بدل ما يتلمسوا مع المسيح ويمسكوا في المسيح اصطدموا بحجر الإيه؟ بحجر الزاوية. عشان كده كل واحد فينا النهاردة مدعو إن أكتشف النور ده وأثبت فيه. مصدر النور هو كلمة الله الإنجيل، عشان كده المسيح يقول كده إن سمع، بعد ما اتكلم على أنا النور والنور معكم زمانا يسيرا، يقول كده إن سمع أحد كلامي، كلمة ربنا هي اللي إيه؟ اللي هتخش تنور، تديني استنارة القعدة مع الإنجيل. عشان كده كل واحد فينا يراجع نفسه كده النهاردة، أنا بقعد قد إيه مع الإنجيل؟ هل أنا مديله المساحة الكافية؟ مدي المساحة الكافية للنور إن هو يدخل وينور قلبي وينور فكري، لأن الفكر ممكن يكون إظلام لأنه بيتلامس مع أفكار كتيرة في العالم وقعدات كتيرة في العالم، فكر جاي من النت وفكر جاي من التلفزيون وفكر أفكار كتيرة قوي، لكن اللي هينور فكري وقلبي هي القعدة مع إيه؟ القعدة مع الإنجيل. عشان كده لما هقعد مع إنجيل وينور بقى هشوف الناس بنظرة تانية، يعني ممكن الناس اللي تكون بتتعبني في حياتي يبقى هم ما يتغيروش، لكن القعدة مع الإنجيل بقى تديني استنارة تخليني أشوفهم بنظرة المسيح. لو أنا تعبان من حد، لا، أقعد مع الإنجيل هشوفه بنظرة المسيح، المسيح المحب اللي بيسامح اللي بيحتمل اللي بيطول أناته اللي بيغفر، هاخد أنا النظرة ديت والتمس لكل واحد عذر. كمان القعدة مع الإنجيل مصدر النور هتخليني أشوف العالم بشكل تاني بقى، يعني عموما القعدة مع الإنجيل هتخليني أحط كل حاجة في مكانها الصحيح، العالم في مكانه الصحيح، زي ما علمنا بولس الرسول بيقول عايشين نعيش في العالم وكأننا لا نستعمله، كأننا مش عايشين فيه. هشوف العالم بنظرة العالم يمضي وإيه وشهوته معه، أما الذي يثبت بقى في كلمة ربنا ده يبقى إلى الأبد. هشوف السماء كمان بمنظور تاني، هتتحرك في قلبي شهوة الإيه؟ شهوة السماء، هبقى مشغول بيها. كل ده هيعمله القعدة مع الإنجيل مصدر النور. كمان هشوف الموت اللي الناس شايفاه بمنظور، أنا أشوفه بقى بمنظوره الحقيقي اللي المسيح عمله فيه، هاخد أنا النظرة ديت إنه مجرد عبور لحياة أخرى. فكل ده كلمة ربنا هتعمله فيا وفي حياتي، زي ما بنقول كده هتعدل كل الموازين المتلخبطة في حياتي. عشان كده كل واحد فينا يبقى ليه قعدة يومية مع الإنجيل، أقول له يا رب أنا عايز أكتشف النور وأثبت في وصيتك وأتحرر من كل ظلمة فكر أو ظلمة قلب. ربنا يدينا دايما كده إن احنا يدينا استنارة في القلب واستنارة في الفكر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. هللويا هللويا.